ابراهيم يا ابو العز لحظه شوف كل شوي طاردني لعن ابو راسك مين طاردك كل شوي مطرود لا انا لا ما راح اطرده اقول حاجه ولا اقول حاجه عشان السلاح اقول لا بس لا اقول زي ما اقول انا خلاص سيناريو تقولي زي ما عايزة تقولي تقولي زي ما لازم ما look how you didn't the first two three times no one understood what the other one was saying لأنه ما عم تحكي بوضوح I know إبرو إزو أنا حكيت كلمتين وقلت لك أنا أوكي وكذا وما فهمت شو الموضوع بس ما تحكي وتشرحي شو اللي بيفهم الواحد شو عم يصير شو اللي قلت يبرر يعني ما أنت عم تفهمي شيء فهمت الأيديا دخل بالإبراهيم مش كلام بس الأيديا يا ويت بس أبعد عنك سراك يا نازم وحشني يا اما لو خلصت اولاد ابي شو انت عزك حط دوفر انا بنص البرايم قلت له ايه كان تعمل لو راكب ولما تخوفها تروح مدخلها اصحاب دخلها شو يسمونها في الاردن كركعه كركعه كتاب لبشه على الخاتم بس السلاح فيها فال مثله ايزو كويس عندك ايزو انا ستي كانت انها كان كل ما اجيب سلاح فيه بتمسكه وتكبه لا اتحول نينجا اوريك لك بس تاخذ بتقولوا بتاخذ روح من البيت يعني ما بتموت لتاخذ روح سلام لحظه بعد شو يقول تموت واحد لحظه سوبرستيشن ها اكزاكتلي عم بحكي جد والله ما عم زعل بحياه الله بحياه الله كيف هذا دليل هذا شهر هي امبارح هي جو سلحتين امبارح وراحت هذا دليل من الكتاب او السنه بحياه الله تفضل ستي شركسيه كانت سته مو عرفت الفكره ف بس السوبرستيشن انا ام سوبرستيشن بس فرباش على مداخله ولكن انا ام سوبرستيشن ات هوم We don't have fish or birds. Did you? We never have fish or birds as pets because my mom is superstitious. Superstitious. She believes it brings bad luck. And the hard day, أنا أكتر حاجة superstitious about it, opening umbrellas inside. عشان تعرف how many times I prayed before I opened the umbrella. But today, when we were downstairs, in class, I thought it was the cutest thing in the world. You know what I'm talking about? I thought it was really cute. Do you know what I'm talking about? Or you don't know what I'm talking about? You know what I'm talking about? I did just one thing. What I did. أسامينا شو تعبوا أهالينا تلاقوها وشو افتكروا فينا بعرف واحد اسمه متري وهو طولي ما زالك هيك بعرف واحد اسمه نخلي وهو طولي كله ماشي الحال غريب يا أول مرة عم بسمعوا فيجي حرك الفرق بين الفنان والسياسة الفنان بيطلع على المسرح السياسي بينزل على الانتخابات حق بالاختلاف ما قدر الشخص إذا كان مؤمن بهدفه وبقضيته حيوصل نحن متمسكين بالحرية بلا حرية ما في لبنان مش كتير معك معالي الوزير انه الحرية والحرية مفروض يكون في شوي كنترول لا توناليتي ني با اكزاكتومون لا كوكوفوني توتال دو انسيكسيون اسي فاتال توني شرفتوني مع الوزير السابق ميشيل الدين الخميس 9:30 المساء بتوقيت السعودية على LBC الفضائية اللبنانية الطلاب قربوا من نص المسافة وأداء ولع المسرح يا حبيبي ده انت لحقتني وقلبي المنافسة تقوى بعد في كتير اشياء مخبينا في كتير مفاجآت وفي كتير اشياء محضرينا بالحياة في طلوع وفي نزول بس نحن أكيد بنضلنا طالعين يا جماعة نرحب البشرية المغامرة تصعب كل ما قربوا من تحقيق الحلم برايم الثامن من ستار أكاديمي 6 الجمعة 9:30 بتوقيت السعودية على LBC الفضائية اللبنانية هذا البرنامج برعاية بيبسي So I came up and asked I like these little things These little things لما أحس شيء بحكي دغري بنفس اللحظة That's really good And these little things for me they mean a lot يطلع له ريحة يعفر خد زماني كب المية في المجلس
جننوا هذول المسلسلات رمضانيات كانوا بيطلعوا ايه كلها وقت قديم صحيح ايه هذول المسلسلات ايه ايه انت لسه عامله؟ ايه عملت ساعتها خوفني.